استوعبت قالت ده مش طريقة إيناس، الناس اللي احنا نعرفها. فساقت الحاجات بتاعتها كلها على السوشيال ميديا. جيت انا اوثق الفيسبوك اعتبرني انا المنتحلة مش هي. تصرفك لما تحسي ان حد بينافسك منك في عمل بتعرفي تمثلي وانت مرتاحه ولا بتفشلي؟ بفصل. بفصل انا يعني الحمد لله ان فيا الملكه دي اني بعرف افصل، يعني انا مش شايفاها قدامي. فبعمل الدور وبالعكس انا بكون مستمتعه اكتر. ايه اللي يخلي حد يغير منك للدرجه؟ مش عارف. اكيد في حاجات اسباب، يعني لا هو كده نفسي يعني نفساوي او هو معرفش. إناس عز الدين، بص اتنين انتوا اتنين إناس عز الدين، الموضوع ده عامل لك مشكله؟ لا هو في بعض حاجات كان عامل مشكله الاسم. بس طول ما هي ملتزمه وما بتعملش اي اوفر فاكيد الدنيا بتمشي امان. يعني الناس عز الدين الممثله معروفه، الثانيه معروفه برضو. فالناس بقت الحمد لله، يعني كان في تخبط الاول لحد ما الناس استوعبت قالت ده مش طريقه ايناس، الناس اللي احنا نعرفها. خليني بس اشد 100 خط، يعني ايه ملتزمه وما فيش اوفر في ايه تحديدا؟ يعني الشهات الكتير اللي هي مفتعله. زي ايه؟ لا حاجات كتير قوي اللي هي اصلا كانت سبب انفعالي وسبب ان انا تعاطفت ورجعت تاني ان انا انقلبت، يعني انقلاب اللي هو يعني ليه تعملي كده، يعني تلعب بالمشاعر ساعة كورونا. بس ده الحاجة الوحيدة اللي انا خدت فيها موقف جامد جدا. يعني طب الناس كانت بتحاسبك انت على ده؟ لا الناس زعلت عليا والناس واهلي وكل الناس. كورونا الاولانية دي لما جت احنا كنا في عز الذروة زي ما كان فيها، زي مش زي دلوقتي. دلوقتي احنا خلاص لو حد عنده كورونا بيعزل نفسه وخلاص بتعدي. اول كان في خوف جامد، لكن انت لعبتي بمشاعر الناس وكان في فزع وفي خوف وخوفنا عليها هي كانت شخصية كبني ادم، يعني انسانة. نرجع بقى نكتشف ان عكس كده تماما، يعني مش حلو. ايه المواقف التانية اللي حصلت وبرضو اثرت انت عليك غير الموضوع ده؟ بالنسبة لمين؟ نفسي برضو التشبيه الاسم. عملت حركة مش حلوة خالص في شغلي بقى ضرر السوشيال ميديا. بعتت اكتر حاجة بقى قبل التوثيق عندي، بقت تبعت حاجات باسم إناس عز الدين ووثقت الحاجات بتاعتها كلها على السوشيال ميديا. جيت انا اوثق الفيسبوك اعتبرني انا المنتحلة مش هي. بس طبعا ده هو الحمد لله اني اكتشفوا اني انا بقى يعني الحقيقية. يعني هيك معلش نوضح، بتبعت باسمك انت وشغلك باخبارك انت؟ اخباري انا، بدليل ان كل خبر بينزل لها بياخد الصورة بتاعتي انا. طبعا عاشور مبسوط قوي 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 قوي، عنده اخبار حصري يا جماعة. فجوجل بينزل، المفروض ينزل اللي هو لو ليها خبر في عملها او حاجة بينزل صورتها. جوجل بينزل صورتي انا، يعني إناس عز الدين ومن صورتي وتحية حفل في الأوبرا. ليه؟ لأن هي مدية لجوجل اللي هو التوثيق بكل الداتا بتاعتي. فدي كانت أخطر، دي اكتشفتها بعدين. يعني أنا الحمد لله كل صفحاتي اتوثقت على فكرة. طبعا ما هو أنا الأساس. فبس يعني ده من أكتر الحاجات. مش تلعبيها شر وتقفلي لها أنت الحسابات أو تلغي التوثيق بتاعها؟ لا أنا أكتر واحدة ما بفكرش في يعني انت جيت على اكتر واحده ما بتحبش الاذى لحد خالص. يعني انا بتاذي كتير بس ما بديش ده، يعني انا ما بقابلش الاذى بالاذى، انا بسيبه على ربنا هو بيتصرف فيه. بس ما انتوا الاثنين حبايبي عادي، بس انا بحب اخد التفاصيل. لا انا تمام، انت وفيت وعدت الحمد لله. حلو.